يا معاشر الأخيار، لن يستطيع أحد أن يستقبل ليلة القدر 83 سنة صيام وقيام وطاعات يعطيكها الله بقيام 12 ساعة. أي كرم من هذا؟ تدري المحروم من هو؟ المحروم اللي بتمر عليه ليلة القدر وهو يصك الفناجيل ويصلح الدلال ويسولف أمام القنوات أو يدور ويجوب مع أهله في الأسواق، ظالم لنفسه، عدو لنفسه، ضيع عمره. والله إن العشرة هذه لا تعود، والله لا تعود إلا على الأحياء. هل أنا وأنت منهم في العام القادم أم لا؟ الله أعلم. لذلك اختم بخير، اختم بخير، فإن الله يغفر كل ذنب. والله لو ضيعت 20 الأولى، كل 20 ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت، أبشرك الأمور طيبة. الله بلغك 10 هي خير العشر، وهي أفضل 20 الأولى. القادم من رمضان أفضل من الماضي، القادم من رمضان في 10 الأواخر أفضل من 20 قبلها. فلا تعادي نفسك، لا تظلم نفسك. ولذلك أفضل ما يكون العبد في 10 الأواخر واقعا أن يتخلى عن الخلق. أشغلونا الدنيا يا أخوان، أشغلونا النساء والأطفال والجيران والناس والرايح والجاي والواتساب وتويتر وفيسبوك و www. والدخول في المواقع يا أخي، ما آن لنا أن نتوقف عن هذا الهراء؟ أما نتوقف لنناجي الملك الديان؟ ألا نتوقف في بيته ونترك الدنيا خلف ظهورنا وننيخ مطايانا بباب ربنا؟ ربي اللي نوخ ببابه والله ما يطرده يا أخي. والله لو تنوخ عند رجال وهو ردي ويشوفك منوخ لك ليلتين أن يستحي منك، والله أن يفتح الباب ويعطيك طلبتك ولو أنها ما تكون. هذا بشر، فكيف ربهم؟ ولذلك قال العلماء إن الاعتكاف سنة ثابتة مؤكدة، أعظم سنية، أعظم من عمرة رمضان. وبعضنا يقول باخذ عمره في رمضان، بيض الله وجهك، بس تدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان؟ أتدري أن العمرة في رمضان لها مزية؟ لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اعتمر ولا عمره في رمضان، ومع ذلك بعضنا يحرص على العمرة ويذهب إليها. طيب اعتكف، الله يحفظك، لو يوم. ولذلك قال العلماء إن الاعتكاف أقله ليل أو نهار، وبعض أهل العلم قال ساعة، والراجح ليل أو نهار. يعني يصح أن تعتكف من غروب الشمس، تفطر في المسجد إلى طلوع الشمس، إلى أذان الفجر. هذا صعب يا أخوان، جب طعامك وجب شرابك وجب القهوة وجب المهيلة وجب العويدي وجب الفطائر وجب العصير وجب اللي تبي، وقعد في الركن هناك، لا تخالط أحد، وطف الجوال الله يرحم والديك حتى تخلو بالله، ثم اجلس، سبح، اقرأ، ادعو، ابك، سوي اللي تبي، اركع ركعتين ناجي الله. لا تلتفت للباب إذا غربت الشمس، إذا طلعت الشمس إن بغيت تواصل فحسن، وإلا فإنك كنت معتكفا ليلة كاملة. وأبشرك أن القدر ليلة القدر من غروب الشمس إلى طلوعها هي حتى مطلع الفجر. ولذلك المحروم والله، طيب ما تقدر في 10 الأواخر؟ طيب الخمس الأوتار، ليلة القابلة، ليلة 21 أو 23، 25، 27، 29، على الأقل إذا لم تكن في 10 كلها. هذه الليالي أخلو بالله، اترك الدنيا، كفاك خلطة للبشر، ناجي ربي. يقول العلماء إن المعتكف في 10، تدرون ماذا يقول؟ يقول يا ربي نوخت عند بابك وأنا رابط الرجلي في بيتك، والله يا ربي لا أخرج حتى تعتقني من النار. الله أكبر، والله ما يربي ما يرد أحد، والله ما يرد، والله يا أخوان 10 أيام. أسألك بالله لو يتصل عليك واحد من تجار الرياض يقول تعال أبرك عند بابي 10 أيام وابشر بفلة في النسيم، تقعد 10 أيام؟ والله أنت توقف على رجل مو برجلين، وتحب خشمه وليده وراسه وسم طال عمرك حتى يعطيك. الله ما يعطيك فقط، الله أعطاك الحياة، أن تقدر تتنفس لولا لم يعطيك الله الهواء.
أن تستطيع أن تقول لا إله إلا الله لو لم يكن يعطيك ربي هذا التوحيد. خلقك للفطرة وعلى الفطرة وهيأ الجنة لك، بل الله يريد أن يدخلك الجنة ويتوب عليك. طيب إذا فتح باب التوبة ليه ما تدخل؟ إذا فتح باب الجنة لماذا لا تدخل؟ يا أخي كم عمرك؟ كم عمري؟ أنا عمري فوق 40. يعني يا أخوان اللي يجلس ليلة القدر عمله الذي يرفع إلى الله إن قبله 83 سنة وستة أشهر. الله أكبر، ليلة يكون عبادتها كعبادة من يصلي ويصوم 83 عام من الغبي الذي أخرق نفسه وأحرق نفسه وعادى نفسه. أنا إذا ما كنت مع القائمين في تلك الليلة لا تقول بروح للبيت وبنصلي القيام ونرجع. اسمع، تبي ليلة القدر ما فيه تفريط، إذن اجلس هنا وانعكف واعتكف واترك عنك الدنيا وانقطع عنها. أحبابي، لو جانا اتصال تاجر من تجار الرياض بيعطي كل واحد يلقاه في العشر الأواخر 1,000,000 ريال، بس بشرط يلقاه واقف على عتبة الباب وبيمر علينا في الحارات، واللي بيلقاه واقف بيعطيه 1,000,000. تدخل داخل بيتك؟ والله ما تدخل. وش بتقول لي؟ بتقول لي يا شيخ متى بيمر؟ ما أدري، لكنه والله أنه بيمر، والعشرة أيام دي فيه مرور له. متى لا أدري، ليل نهار لا أدري، لكن ترى من وجده واقف أعطاه. نوقف ولا لا؟ والله نقوم بزراننا الصغار أطفالنا اللي يحبون نوقفهم عند الباب. وأنا أبوك، طيب تعبان يا أبوي، يا أبوي التعب مخلوف، اسهر الأيام ذي والنوم ملحوق عليه في شوال.